كل تحية لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. يواصل النادي الأهلي تدريباته اليومية بجرعات تدريبية متنوعة لرفع معدلات اللياقة البدنية وبعض تدريبات الكرة لتجهيز اللاعبين قبل المباراة الودية الأولى أمام فريق سموحة يوم الجمعة على ملعب مختار التتش من مقر النادي الأهلي بالجزيرة. تعالوا نتابع ونشوف كواليس تدريب فريق النادي الأهلي.